السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بالبنات جداد اللي انضموا للقناه مجددا. وبالنسبه لي اول مره تشاهد لا فيديو ديالي، ما تنساش الضغط على زر الاشتراك واشترك معي في القناه وزر الجرس باش توصل بكل جديد. شكرا بزاف البنات على التعليق ديالكم، تفرحوني بزاف. وما تنساوش تخليوا هذا لا فيديو هذا اكبر عدد من اللايكات، وما تنساوش كذلك تخليوا لي تعليق ديالكم كيف ما قلت لكم اللي تفرحني بزاف بزاف. اليوم ان شاء الله تكونوا معايا يعني بواحد الروتين صباحي، تشوفوا معايا شنو هما الاشياء اللي غادي ندير. اول شيء البنات هو انني جمعت غرفه النوم، كيف ما تشوفوا يعني ديجا جمعتها معكم شحال من مره. عندي هنا كذلك يعني التصبيل اللي جمعته وغادي نطويه كيف ما قلت لكم داك المره، يعني ما تاجلوش ما تخليوش نقصوا عليكم يعني كما يعني كان احسن. صافي البنات كيف ما تشوفون جمعت غرفه النوم ودرت الشموع يعني معطره اللي ديجا درت معكم في الفيديو السابق، حيت لها دوك الكؤوس يعني بعد ما نشفت تماما، حيت هذوك الكؤوس تعطي رائحه الحامض ريحه زوينه في البيت. ومن بعد البنات دزت نحضر هنا وجبه الفطور اللي ديجا حتى هي حضرتها معكم، ولكن هذه المره هذه باقتراح اخر وطريقه اخرى. هنا البنات درت 3 ديال البيضات اللي وضعت لهم قليل من الملح وقليل من الابزار وطربتهم وضعتهم هكا في مقلات اللي درت يعني بحال يعني قليتهم كيف ما تشوفوا. هنا درت فرماج ساندويتش قطعته شرائح، انا رضعت يبدا يذوب ليا هذاك الفرماج. من بعد خديت هنا الخبز العربي اللي غادي نحلو هكا يعني على جوج، غادي نقسمو. ممكن يعني انكم ديروا يعني بوتوش على واحد، ديروا هكاك يعني خبزه يعني تخليوها مكموله ما تفرقوهاش، تبقى اختياري. صافي البنات غادي نحلها بهذا الشكل هذا، ونوضع عليها هذيك البيض ديالي، ونوضع كذلك بيض اخر يعني فوق النار يطيب ليا. من بعد كضفت يعني قطع ديال لادان في ماء، انواع ديال لادان في ماء. ممكن تضعوا يعني اي شيء، ممكن تخليوه تكفيني يعني فقط بالبيض وفرماج، او ديروا فرماج احمر او موتزاريلا، تبقى اختياري اللي بغيتو. صافي البنات هنا يعني درت حتى الثانيه، سنكمل هكا بنفس الطريقه يعني الكميه اللي غادي نحتاجو. هذاك المقله النيت اللي قليت فيها داك اللحم لا تياولي هما اللي غنوضع فيهم ونحمرهم على جوج شويه. من بعد البنات قطعتهم على جوج كيف ما تشوفوا وضعتهم هكا، هذا هو التقديم ديالهم، يعني تخدموهم بالطريقه اللي تعجبكم نتوما، الطريقه اللي تبغيو. صافي ورافقت معاهم يعني الفرماج احمر او فرماج عادي كونفيتور ويعني واحد اتاي. صافي البنات بعد ما فطرت بغيت نشارك معكم اخر مشترياتي، تعرفوا معايا عليهم. هنا خديت يعني واحد السيكان كيف ما تشوفوا، هذه الام اس كا يلا حلت جديده في المعارف، يلا بوتيك يعني يلا جديد يعني مارك اسبانيا. صراحه الكاليتي ديالهم زوينه كما تشوفوه، من الداخل فيه هذاك الشيب يعني كبير، يعني شكله زوين كما تشوفوا معايا. ما تنسوش تخليوا لي تعليق والراي ديالكم يعني فهادشي اللي تقطيت يعني واش زوين او لا. صافي عنده هنا واحد السلسله طويله يعني تتهز يعني تيجي هكا طويل، يعني هذا خديته ب 299 درهم، ولكن الكاليتي ديالو زوينه زوينه بزاف. كذلك البنات خديت هاد الساك هذا اللي صغير، صراحه انا من معجبين السكان اللي تكونوا صغيورين تعجبوني بزاف بزاف. وهذا من لاماك تيرانوفا، هذه كاينه في اونفا، في اونفا بليس كاينه هاد لاماك هذه ديال تيرانوفا، فيها البنات تخفيضات بزاف. فقط خديته ب 99 درهم. وخديت كذلك هاد الساك هذا من بارفوا كما تشوفوا، هذا البنات كوير يعني جلد حقيقي، صراحة عجبني بزاف زوين. في هكا يعني ممكن تهزو غير هكا يعني كسويك يعني في يديكو، ممكن ديرو له هاديك السنيسلة. انا كنت هنا مازال ما حليتوش، كان فيه واحد يعني مربوط داكشي علاش تنصور بيد، ما لقيتش كي ندير نحلو ليكم. نتمنى ان الشكل ديالو يكون باين ليكم. هاد البنات خديتهم بارفون، هدا يعني كان الثمن ديالو من زعما ملي جيت ناخدو بدلوه ليا. هذا خديته ب 350 درهم. هنا بغيت نوريكم الثمن ديالو، ساعه لقيت ما هذه مازال ما دايرينش فيها ثمن بالنسبه لهذاك اللي هزيت، يعني بدلوه ليا عطوني واحد يعني مازال باقي مجموع. وندير على هذا الشكل هذا كيف ما قلت لكم 350 درهم، يعني كوليكسيون التاليه ديال بارفو. وكذلك خديت من بارفو البنات هذا الشال هذا اللي عجبني زيون، يعني دابا كيف ما تشوفوا مرة كاينين في بارفو كاينين في سيتو كاين بزاف د المحلات هاد ستيل هذا من الانواع ديال الشلات يكونوا ديال الخيط يعني وخفافين زوينين.
انا ما دايراش الفولار، مي زعما تنديرو هكا يعني على العنق ديالي، كيعجبوني هكا يعني ستيلات. كذلك خديت واحد التريكو اللي غنوري لكم دابا كيف ما تشوفوا. اعتذر البنات على التصوير، فقط كانت كاميرا في يدي وكنت غير تنحط، يعني مهم نتمنى انكم يعني تكونوا تيبان لكم هادشي. هكا البنات التريكو اللي خديته من مروه، يعني مروه دابا كاينه فين ما مشيتو، يعني بالنسبه للناس كازا موروكو مول او انفا او معارف، يعني كاينه فين ما مشيتي. هذا البنات تيجي ستيلو هكا يعني واسع، تيجي فضفاض كيف ما شفتو، يعني لا طيغي اس غي سمول يعني وتيجي واسع. خديت كذلك هاد لا شوميز، هادي هاد لا شوميز ديال البنات ما بانتش نهائيا يعني في التصوير، صراحه زوينه. هادي خديت ان بول بيار. بالنسبه لهداك التريكو البنات فهو 159 درهم، وهاد لا شوميز هادي كذلك 159 درهم. وهذه البنات عاوتاني تهدي ستيله شي شويه احمق هكا تجي يعني حتى هي مستيل يعني واسع، وعندها واحد السنشوغ ديالها نسيت ما صورتهاش، تجي كطويله من اللور وقصيره من القدام وتتشد من الوسط بواحد لا سانشوغ، تجي ستيلها يعني مزيون. هذه البنات خديتها مارك بولو، خديتها 179 درهم، صراحه دايرين تخفيضات يعني زوينه بزاف. كذلك البنات ضروري الكوزينه، ما يمكنش نخرج ما نشريش هذا الكوزينه. خديت هاد الموزع ديال العجين هذا، يعني دابا راه ولا متواجدين في اسواق كلها. عادي نحلو معكم تشوفوا كي داير. وخديت كذلك هاد المول ديال السيليكون او هاد القالب ديال السيليكون كيف ما تشوفوا بهذا الشكل هذا. هذا يلاه جديد، يلاه شكل يعني جديد، كاينين هكاك دائريين ولكن ما كاينش فيهم هذيك تقبلي في الوسط، هذاك ممكن تعمروه يعني باي حاجه كيف ما تشوفوا. هذا هو يعني هذاك الكاس ما حليته معكم، صافي تضغطوا على هاد اليد ديالو وتيتحل من التحت كيف ما تشوفوا بهذا الشكل هذا، صافي تدخلوا يعني براحتكم الكاب كيك او البان كيك، يعني الكاب كيك بان كيك يعني اي شيء يعني توضعوا في العجين ديالكم وتكبوا يعني بكل اريحيه. كذلك البنات لقيت يعني عند هذا المحل هذا اللي تنتقدم عنده كاين واحد مول المحل اللي داك شتي 5 دراهم، صافي خديت من عنده غير هادو، هاد لي بونجيت ديال انا تنستعملهم يعني في الزاج او في الحمام او يعني في كويزي يعني كوزينه، صافي من ديلات وفيطات بحال هكا. بالنسبه للبنات ديجا لقيت في التعاليق ديالكم شحال من وحده سولاتني على المحل اللي تنتقدم عنده داكشي اللي تناخد، فهذه هي لي كارت فيزيت ديالو، هذاك هو التليفون، ضربت لكم على النيميرو اللي ما خدامش، هذا هو في شارع حسن الثاني، عفوا في حي حسني اعتذر. ديجا حتى داك القالب يعني داك البوش اللي عندي لقيت بزاف عليه ديال التعاليق ملي خديته، فهو من نفس المحل بالنسبه للبنات اللي ساكنين في كازا. اما البنات انا ندوز معكم واحد الدي اي واي، يعني نحضر معكم هنايا واحد يعني واحد الحاجه ماكد لي هذه تعجبكم بزاف. عندي البنات هنايا ناخذ واحد المرآه، وهنا عندي هاد الحجر هذا كيف ما تشوفوا ما تيكون فيه لا ثقب لا حتى شي حاجه كيف ما تلاحظوا. كذلك نحتاج السيليكون او ممكن يعني اي غراء او اي لصاق يعني متوفر عندكم، فقط ونبدا نوقفوا بهذا الشكل هذا يعني من الجوانب، نديروا يعني غير واحد القنيت غير هكا غير صغير ونوضع يوقف. ايوا البنات حاولوا انكم تثبتوا بيديكم مزيان، انا هذيك ما تبتهاش النوبه الاولى داكشي علاش حيدات ليا. اول ما متوفرش عندكم السيليكون ممكن تعوضوها يعني باي لصاق عندكم، يعني غير اللي يكون تيشد مزيان. ممكن انا درت هذه الطريقه هذه انني وقفت هاد الحجر هذا او هاد الرقيق هذا، ممكن نتوما يعني ديروا على شكل يعني انه غير فوق المرايا، راه ولاو يعني هادو متوفرين يعني في المحلات الكبرى تتباعوا، ولكن تتباعوا يعني باثمنه خياليه صراحه كنت اشارككم، تتباعوا يعني غاليين واحد شويه، لذلك انا بغيت انني نصوب بيدي. كيف ما تتعرفوا البنات يعني واخا تشريو الحاجه تجيكم عاديه، ولكن انكم تصوبوها بيديكم وتلقاوها يعني نفس الشيء مع هذيك الحاجه اللي شتو يعني تتباعوا غاليه، صراحه تتحسي براسك درتي واحد الانجاز. صافي البنات غادي نستمر هكا حتى غادي نكمل هذوك الحجرات اللي عندي كاملين، غادي ندورهم على هذيك المرايه اللي عندي. ممكن ديروها يعني في شكل مربع، يعني ديروها كبلاطو، يعني اي شيء عندكم، يعني اي ميغوار عندكم بغيتو تخدموها لاي حاجه. وكذلك كاينين داك ليديدات ديال البلاطو اللي تتباعوا يعني عند مارين الزجاج، حتى ممكن ديروهم هكا في شنيبات وديروهم كشكل يعني بلاطو
انا غادي تشوفوا معايا ليش خدمته، هذا هو الشكل النهائي ديالو، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. انا فقط وضعته في غرفه النوم، وضعت عليه هاد جوج ديال الشموع وهاد العلب اللي عندي تنوضع فيهم الاكسسوار ديالي. صافي البنات، كان هذا هو يعني حضرت معكم. صافي طبعا ندوز ونجمع غرفه الجلوس او صالون ديالي كما تشوفوا مروان، وعدين نجمعه وعدي نمزح حتى هاد الشيء اللي حدا. ديجا شاركت معكم يعني التنظيف ديالي دي يعني فيه كما تشوفوا هنا، من بعد ما ساليت وجمعت ومسحت كل شيء صافي البنات. هنا غادي ندوز ننتقل يعني للكوزينه، وهنا كذلك غادي نوريكم، ديجا وريتكم واحد البرودوي في الفيديو اللي سبق، غنخلي لكم حتى هو في صندوق الوصف ديال البوطه وديال الاشياء. انا البنات نمسح البوطه ومن بعد ندوز نغسل هاد الاواني هادو ديال الفطور كيف ما تشوفوا. هذا هو البرودوي اللي ديجا وشاركته معكم، غنخلي لكم في صندوق الوصف يعني ارخص برودوي ممكن تقضاوه يعني، وفعال فعال بزاف كيف ما تشوفوا. عندي البوطه يعني توسخات ليا بزاف يعني اتا يعني، و ما مسحتهاش صراحه، ما مسحتهاش بالليل كما تشوفوا، فقط مجرد انني رشيت تشوفوا دوك البقع يعني تندوز فقط بواسطه يعني منديل، ما تنحتاجش يعني نحكها ولا حتى شي حاجه، تندوز غير هكا بمنديل عليها. وهذا هو الشكل يعني اللي تعطيني يعني برودوي زوين، عجبني بزاف بزاف. ممكن تديروا حتى الثلاجه يعني الزجاج، شي يصلح لجميع الاشياء. صافي البنات، انا مسحت البوطه ومشيت غسلت الاواني كاملين كيف ما تشوفوا، درتهم يقطروا صافي. ومن بعد غنتقل للحمام، نجمع الحمام كامل. هنا البنات دزت الحمام، تنغسل هكا المرايا ديال الحمام كيف ما قلت لكم. هذاك البرودوي ممكن تستعملوه للزجاج يعني لاي شيء عندكم صراحه زوين، سميتو فايف. الا مشيتو للروتشي اللي قبل هتشوفون يعني كنت ساعات يلا خديتو، غادي نخلي لكم كيف ما قلت لكم في صندوق الوصف. صافي البنات، وهنا تنمسح المرأة ديالي وتندوز تنغسل اللافابو. صافي بالنسبه للحمام غادي نستمر يعني هكا في التنظيف حتى ننظفو يعني بشكل يعني كلي، يعني هادو اشياء اللي ضروريه يعني كل يوم. ما تنساوش البنات تخليو لي التعليق ديالكم وتقولوا لي يعني واش نخلي يعني مع روتينات، يعني نكثر لكم روتينات اليوميه ديالي مع كذلك يعني جديد وصفات، او يعني تبغيو يعني هكا ندير لكم يعني ديكوراسيون مع الانف الصعيد ان شاء الله. كل فيديو ندير لكم فيه واحد النوع من ديكوراسيون، ما ناسيكمش من الخدادي من الغرس يعني من كل شيء اللي وعدتكم انني نديرو لكم ان شاء الله، غادي نديرو معكم كامل. يعني خليو لي في التعاليق شنو الاشياء يعني تبغيو، واش روتينات واش وصفات يعني واش دي اي واي، يعني شنو تبغيو ان ندير لكم، انا نبقى ان شاء الله نديرو دائما. صافي البنات، هنا من بعد ما ساليت الحمام، انا مشاركتش معكم يعني تنظيف الحمام كامل، فقط يعني غير المراية ديالي وهذا. صافي نظفت يعني كذلك هادو اللي وضع فيهم يعني شامبو وهادشي، كذلك اعزكم على التواليت هاد الشبكه يعني اللي وضع فيها لي برودوي والاشياء يعني فايطات وهذا، والشموع ديال الحمام. صافي البنات، وهكا جففت يعني الحمام. صافي من بعد البنات ما ساليت الحمام، هنا ندوز نحضر معكم وجبه الغداء اللي فكره يعني جديده، ممكن تحضروا وجبه غداء او عشاء انتم اللي بغيتوا يعني غير خفيفه. يعني اليوم ما بغيتش ندير يعني شي حاجه يعني طاجين او شي حاجه، فقط نخرج على المعتاد. كل مره شفت ندير مره طاجين يعني مره كسكسو، كل مره شنو يعني هذا، باش ما ندير شي حاجه خفيفه ملي نكون مشغوله. هنا البنات قطعت الفلافل هنا اصفر الصفراء وعفوا الصفراء والحمراء، وضعتهم قليل من الملح، قليل من الابزار، قليل من الزنجبيل، وقليل من البابريكا او الفلفل الاحمر، وضعتهم على النار يتقلى. وهنا البنات عندي الباكيت هكا يعني صغير، ان شاء الله نحضروا معكم ان شاء الله في شي روتين او في شي وصفه، انا نحضر معكم طريقتي في عمل يعني هكا الباكيت او الكومير كما تشوفوا البنات. حليته هكا يعني من الفوق، وتنخرج منه هذيك البطعه او البابه اللي فقط منه، تنحاول نقول لكم الكلمه يعني جوج المرات والشرح ديالها على حسب كيف ما تنقول لكم ديما يعني كل واحد شنو الاسم اللي تسمي. صافي البنات، عندي هنا ثلاثه ديال الباكيطات يعني صغارين،
اللي غنحيد لهم هذاك الفوقاني ونحيد لهم الداخل ديالو، غادي نحاول انني نخويهم كما تتشوفوا. كذلك انا كما قلت لكم دايره دوك الفلفلات ديالي يتقلاو مدى البنات كما تتشوفوا. من بعد ما نزلوا بهذا الشكل هذا غادي نوضع عليهم قطع من اللاداند ونخليهم حتى يطيبوا. كذلك البنات عندي هنا البطاطس اللي غسلتها مزيان، البطاطس البيضاء اللي غسلتها جيدا، وغادي نحاول نخوي هذاك القلب ديالها كما تلاحظوا بواسطه الملعقه حتى نخوي هذاك الوسط، وهي يعني ساخنه كما تشوفوا، انا ما تنقدرش نقيسها بزاف لحقاش سخونه. نحاول البنات انني نخوي الوسط ديالها، يعني مع انكم تردوا البال باش ما تهرش ليكم كما تشوفوا بهذا الشكل هذا. غادي نخوي هذيك الكميه اللي عندي كلها ديال البطاطس. هنا البنات كيف ما قلت لكم وضعت يعني قطع ديال لادان، خليتهم حتى طابوا جيدا، عدفت ليهم القليل من الزيتون الاخضر اللي مقطع، ممكن ديروا زيتون اسود على حسب اختيار. وكذلك غنضيف ليهم صلصه او صلصه البيضاء او الكريم ديال الطبخ، كذلك تتعطيهم لذة. ومن بعد البنات ما شربت لي يعني هذيك الحشوه ديالي هذيك الكريمه، تنوضعها كفوق في وسط يعني هذا الباغيت او هذا الكومير كيف ما تشوفوا. وغادي نخلي انا البنات هنا غنضيف الفرماج من الفوق، غنخلي المساحه يعني اللي ممكن انا ندير فيها داك الفرماج باش ما يطيحش ليا. صافي غادي نستمر هكا حتى غادي نعمرهم كاملين هذوك ثلاثه ديال الباكيطات اللي عندي. ومن بعد ننزل البطاطس. بالنسبه للبطاطس البنات فقط انا الحشوه اللي بقات لي يعني من هذاك الباكيط، غنضيف لي هذوك البطاطس اللي خديت من القلب ديال هذيك البطاطس ونوضعها هكا يعني فوق النار، غنضيف لها شويه ديال الكريمه الطبخ ونخليها تقلى واحد شويه. من بعد البنات خديت انا البطاطس ديالي اللي وضعت لها القليل من الملح، حشيت فوقها القليل من الملح والقليل من الابزار، غنوضع فوق منها الحشوه بهذا الشكل هذا. غادي نعمرهم بنفس الطريقه ديال اللي عمرت بها هذيك الباكيت. غادي نستمر هكا حتى غادي نقاطي هذوك الحشوه اللي عندي ونضيف لها حتى هي الكريمه ديال الطبخ من الفوق اللي تتعطيها بنه اكثر. وكذلك البنات الباكيت حتى هو اللي نضيف ليه الكريمه هكا من الفوق. ومن بعد البنات خديت هنا خليط وضعتهم هكا في لاطا، وخديت هنا خليط ما بين فرماج احمر وموتزاريلا، ممكن تستعملوا فرماج ديال الشيدر او اي يعني نوع عندكم. صافي غادي نوضعوا هكا من الفوق فوق هذاك الباكيت وفوق هذيك البطاطس، يعني كيف ما قلت لكم وضعتها في لاطا ديال الفرن، درت عليها ورق الزبده. صافي البنات من بعد ما وضفت يعني وضفت لهم الموتزاريلا والفرماج، غادي نوضع الباكيت هذاك الفوقاني ديالهم، ندخل الفران على ميدوبليا هذاك الفرماج تقريبا مده 10 دقائق. صافي البنات كان هذا هو الشكل النهائي ديال الغداء ديالي، غداء بسيط يعني وخفيف طري ضيا يعني غداء ديال الزربه. نتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، كيف ما قلت لكم ما تنساوش توصلوني لاكبر عدد من اللايكات، تخليوا لي التعليق ديالكم، ما تنساوش تخليوا لي التعليق شنو النوع اللي تبغي ديال الفيديوهات ان شاء الله اللي جايين شنو من نوع ندير لكم. شكرا بزاف على التعليق ديالكم اللي تفرحوني، شكرا على اللايك ديالكم، شكرا على المساعده ديالكم بزاف بزاف. استناوني ان شاء الله في موعد قريب فيديو جديده، بقى نقول لكم الا مع السلامه، تبقوا على خير، باي باي.